اول كونتينر كان تقريبا من 3 سنين كنا مطلعينه ليبيا، واخر كونتينر طلعناه كان من حوالي تقريبا اسبوعين ثلاثه كان طالع قبرص. طب هل انت في حاجات بتتصدر اكتر من حاجات او الدول بيبقى ليها طلبات معينه يعني؟ بص هي بتبقى سيزونال اكتر. انما مثلا اكتر حاجه طبعا عندنا في المصنع عندنا التوميتو بيست، معجون الطماطم والصوصات والمربات والعصاير، وكل البلاد بتاخد الحاجات زي ما هم عاوزين يعني الطلب. بس انت حضرتك كنت بتقولي ان في بلاد معينه مثلا في المربى بيحولوا. بص في طبعا بتختلف من كالتشر لكالتشر، بتلاقي مثلا في بلاد بتبقى مثلا الموضوع ان يبقى في المربى فيها قطع، لا بالنسبه لهم ده موضوع منفر جدا ان انت تحط له قطع ويفتح يلاقي بيزل ويويش. في بلاد تانية عايزاها كده، بتحس ان هي ده طبيعيه اكتر، لو اديتها له من غير قطع وبيزل يبقى حاسس ان هي جيلي. فطبعا انت مع كل دوله بقى انت بتبقى فاهم الكالتشر والبيهيفير بتاع المستهلك بتاعها، وبتبتدي انت بقى كمصنع بتبتدي تقول لهم والله احنا عايزين نتوصل بالراجل ده بالقطع. مش عايزين عايزين نشيل البذر والقطع خالص. فهي بتختلف من بلد لبلد. بس احنا في مصر بتقالي من النوع اللي احنا بنحب القطع طبعا، بس برضو في نفس الوقت برضو حته اللي هو الكريمي دي اللي هي المربى الكريمي دي برضو طب. بس طبعا نمره واحد طبعا القطع ده صح؟ اكيد يعني احنا في مصر تحس ان هي دي فاكهه حقيقيه مش بالزبط. مش مضحوك عليك يعني. بس انا قلت لك ان في بلاد لا يعني الموضوع ده بالنسبه لهم لا يعني ازاي تحط لي قطع وبذر في في المربى يعني. في مثلا تاني اللون بتاع البيست بتاع المعجون نفسه. في احنا مثلا في مصر هنا لا احنا ما يفرقش معنا الالوان قوي، انما مثلا في بعض البلاد لا لازم يلاقي الطماطم لونها حمراء حمراء. حلو تمام. وانت عارف هي برضو اللون بتاع الطماطم ده انا بشوف ان هو مثلا احنا في الصيف بيكون اللون بتاع الطماطم بيبقى لون عالي واحمر زي ما احنا بنشوفه يعني، وفي الشتاء بتبقى طبيعه السمره بتبقى غامقه. صح. بس فهو ملوش دعوه بالكواليتي يعني، هي بس قصه صيفي وشتوي يعني.